اهلا بحضراتكم مره ثانيه. كنا بنتكلم قبل الفاصل على مباراه كبيره جدا جدا على مستوى الاداء والاهداف. اتكلمنا على طبعا ديربي مانشستر ما بين السيتي واليونايتد، وجه الوقت بقى نتكلم كمان بالتفصيل على الوحش هالاند. سعيد، هالاند كل الناس كانت متوقعه هذا الاداء وهذا يعني التالق، ولكن مش بكميه الاهداف دي، مش بهذا الشكل من الاداء البدني، قوه وسرعه، احراز اهداف في كل البوزيشن، باليمين بالشمال بدماغه، يعني على مستوى الارقام القياسيه بيعمل ارقام قياسيه رهيبه. صحيح. هالاند واخد الكره العالميه فين بالظبط؟ الله ينور عليك. واخدنا ورايح على فين؟ انا بشوف فعلا يا كابتن زي ما انت قلت كده، هالاند نقله في تاريخ كره القدم، زي ما كان جوارديولا نقله بدلت وغيرت معايير كرة القدم، إيرلينج هالاند هو الرجل الذي سيبدل ويغير معايير المهاجمين، وسيكون يعني نقلة حقيقية في كرة القدم. ليه بقى؟ لأن احنا قدام فعلا هذا الشخص الاستثنائي، يعني استثنائي فعليا، يعني مش استثنائي وبس، مش زي ما احنا بنقول على كل واحد مميز، لا هو استثنائي فعليا، لأنه مش بس يا كابتن صاحب قدرات خارقة زي ما الناس بتقول، لا هو اجتمع فيه كل المقومات اللي بتقول لك انك رايح قدام الشخص المثالي في مهنته، ايا كانت المهنه دي، كره قدم، مهاجم، لعيب، اي حاجه. لما نتكلم عن مكونات اللاعب الفنيه، العقليه، الشخصيه، التكنيكيه اللي خاصه بالوعي الخططي، هو الراجل اجتمع فيه كل الحاجات دي، مش بس حاجه ولا اتنين منهم. انت بتتكلم كمان 22 سنه بالظبط، بتتكلم على يعني واحد عنده لسه 22 سنه، وكل تصريحاته بيقول فيها انا مركز بس هتعلم ايه النهارده، كل يوم مركز على ان اتعلم حاجه جديده. طب راجل بالعقليه دي والشخصيه دي وبالامكانيات دي، وبيفكر انه كل يوم يضيف حاجه جديده، طب الراجل ده بعد سنه هيبقى عامل ازاي، بعد سنتين هيبقى عامل ازاي؟ فهنا بيعكس لك ان انت فعلا رايح لنقله مش طبيعيه يا كابتن. النهارده بعد الجوله الثامنه في كل البطولات الاوروبيه، انت قدام واحد بيقول 14 هدف و3 اسيست. المعايير العادية ما قبل هالاند مانشستر سيتي ان هداف الدوري في كل حتة في العالم 7 و8 اهداف دلوقتي، في الدوري الفرنسي نيمار مبابي 8، في الدوري الانجليزي اذا استثنينا هالاند هاري كين 7 اهداف، في الدوري الاسباني الارقام العادية يعني ليفاندوفسكي 9، لكن هنا لا، الارقام مضاعفة، فيها ضعف متضاعفة، لانك قدام فعليا الشخص الذي سينقل كرة القدم الى شكل اخر. طيب، في ناس برضه هسألك في الجزئية ديت، قال حقبة من كرة القدم كان رقم 9 متواجد بشكل مباشر، وعارفين التيبيكال سترايكر 9 مهامه ايه، واختفى عن الساحة حتى على مستوى المان سيتي خلال السنتين اللي فاتوا، ما فيش راس حربة ثابت يعني. صحيح. كان مفتقدين او مش مفتقدين، كان جارديولا بيلعب بدون راس حربة. صحيح. هل هذا الشكل وهذا الاداء وهذا التألق لهالاند سيعيد تاني الكلاسيك 9 زي ما بيقولوا ان خلاص هيعود تاني؟ يمكن لو اتكلمنا ليفاندوفسكي وبنتكلم على هالاند، حتى كريم بنزيما مش تيبيكال 9 يعني. صحيح. يعني انا بشوف هالاند هو مزيج ما بين المهاجم الكلاسيكي لما يدخل ال 18 والمهاجم العصري لما يطلع بره ال 18، لان من الظلم او من الابتذال ان احنا نختصر هالاند في انه مهاجم فينيشر. لا، هالاند مش بس فينيشر، هالاند النهارده عمل تحول غير عادي في ارقام واثر فودن. ازاي فودن اصبح بيصل ل 6 يارده وبيسجل من المناطق دي اكتر من مره؟ لان هالاند بيقوم بدور مهم قوي في انه بيسحب كم كبير من المدافعين، وان عنده القدره على التحكم والحيازه في اصعب المناطق وتحت اي حصار، ثم تجد تمريره لفودن اللي خد المساحه اللي خلفها هالاند وبيسجل. ساعات يا سعيد الناس بتخاف من يعني بيقول لك ده وحش ناقص يطلع نار من بقه، يعني عادي. السوشيال ميديا بقى صحيح بدات تتكلم ان هو يعني حاجه خرافيه، هو مرعب فعلا حقيقي وفي المدافعين، وفعلا ده واحد يخوف اي مدافع في العالم. يمكن في لقطه شهيره ليه قدام بايرن ميونخ ايام كان مع بروسيا دورتموند، يعني مدافع بايرن ميونخ قايم منزعج من سيو فرنانديز، قايم منزعج من ان في حد اتعامل معاه بعنف، فبص وراه لقى هالاند فراح مسلم عليه، يعني لقطه شهيره جدا. فعلا هو فعلا شخص بنيان غير عادي. وخد بالك يا كابتن، هو لاعب ذكي جدا جدا في انه يكسب المعركه دي، اللي هي الرخامه
مع اللي بيراقبك، انت ازاي تتخلص منه، ازاي تتعامل معاه بالعنف الذكي، خلينا نسميها كده، انك تزق، انك تشد، انك تبعده عن طريقك. ده مهم جدا. ده كان بيقوم بيه راموس في اعظم فتراته كمدافع، كان بيرخم على اي مهاجم ويزهقه. مهم ان انت تلاقي حد يزهقك، بس مفيش مدافع يقدر يزهق هالاند. اعتقد ان هالاند كان يحتاج راموس، النسخه المثاليه لراموس في اعظم فتراته. هنا كنا نقدر نشوف النديه، لكن اي مواجهه فرديه لايرلينج هالاند مع اي مدافع هي مواجهه غير متكافئه. وهو قالها بشكل صريح لما سئل عن المدافع، قال انا ما يفرقش معايا مين المدافع طالما انا مركز هعمل ايه، ايا كان اسم هذا المدافع انا قادر ان انا اتفوق عليه، ولو نفذت المطلوب مني بالشكل المطلوب انا ما يفرقش معايا. وده حقيقي فعلا، مفيش مدافع ايا كانت قدراته الا بقى اذا ربنا بعت لنا بقى نسخه جديده كده من المدافعين شبه هالاند بقى في الامكانيات البدنيه والوعي والذكاء وكل ما شابه. يمكن انا من بدري قوي في مباراه بروسيا دورتموند قبل موسمين مع مانشستر سيتي، لما شفت ازاي روبن دياز عاجز بشده هو لابورت قدام هالاند، ولعيب لسه 20 سنه. روبن دياز كان في اعلى فتراته وافضل مدافع في الدوري الانجليزي، كان عاجز، كان يعني كان يبدو وكانه طفل صغير قدام وحش وغول. ويمكن روبن دياز حتى صرح بده، قال انا اتاكدت ان هالاند فعلا صعب حد يوقفه، واتبسطت ان هو جه مانشستر سيتي عشان انجو من ان انا اواجهه. طيب